كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسعاده. اليوم راح نقدم لكم المعمول على طريقتي انا، معمول بعجوه ومع الجوز ومعمول بالفستق الحلبي. نروح سوا ونشوف المقادير. عندنا هون نص كيلو طحين، نص كيلو سميد، ونص كيلو زبدة. هون عنا محلب، 200 جرام قشطة، وعنا هون 3 ارباع الكاسة حليب، وعنا هون كمان قطر مشان العجينة. هون عندي عجوة عجنتها مع الجوز والمحلب والقرفة ومعلقتين قطر، والحشوة الثانية فستق حلبي كمان عجنته مع معلقتين قطر ومعلقة زبدة. وهلا رح نضيف المواد الجافة. نضيف أول شي الطحين، بعدين السميد، رح نحط معلقتين محلب، معلقتين صغار، نص معلقة خميرة، نخلطهم. نخلطهم منيح، بعدين نضيف الزبدة. وهلأ بدنا نضيف معلقتين قطر، هذا بيعطي لون للعجين وبيعطي هيك مثل قرشي. هلا نضيف الحليب، طبعا بدي اخذهم على العجان عم نضيفه قدامكم بس. هلا رح اضيف القشطة، وهيك بتكون عجينتنا صارت جاهزة. هلا رح نتركها ترتاح تقريبا شي 3 ساعات وبعدين بنرجع بنكفي معاكم المعمول. هاي العجينة صارت عنا هون جاهزة بعد تخمر، تقريبا انا خليتها شي 5 ساعات مو 3 ساعات مثل ما حكيت. فهلا بنبلش بتشكيل العجينة، نفردها بإيدنا ونحط الحشوة ومنلمها ومندعبلها بإيدنا هيك، نجهزها عشان نحطها بالقالب. هلا أنا رح أجهزهم هيك، نفردها وحط الحشوة، هاي تمر وجوز، نكورها. وهلا بنجيب القالب، للاسف ما عندي قالب خشب فكتير تعذبت بالقالب، فحطيت طحين بالاول عشان تطلع معاي الرسمه، حاولت بكل جهدي فهذا اللي طلع معي. عم حط طحين بالقالب عشان يسهل تطليع على العجينه للمعموله من قلبها. هذا شكله يعني ظريف ما أشبه شيء. وهون ساعدتني المخرجة الجميلة اللطيفة سرمد تشكيل المعمول، ساعدنا سوا لأنه كانت الكمية ما شاء الله منيحة، ما توقعتهم يطلعوا كل هالقد. وهاي شكله النهائي بعد ما خلصنا قبل ما نحطهم بالفرن، ولازم نحطهم بالفرن تقريبا على درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت تقريبا ربع ساعة، ما بياكلوا أكتر من هيك.
لازم يكون الفرن حامي. وهاي شكله النهائي بعد ما خلصنا، هاي بالعجوة، وهون الفستق الحلبي، وهاي شكله النهائي. بس طعمته لسه ما جربناه إلا بعد الإفطار. اعذروني صوتي ما عم يطلع. وإذا كنتوا جداد على المحطة لا تنسوا تعملوا اشتراك، وكل عام وأنتوا بألف خير.